قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن مصر ترفض مقاومة الإرهاب عن طريق الميليشيات المسلحة، معتبرا أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجيش والشرطة. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس النواب في الاجتماع الأول للمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي. وأشار لأن مصر ضد التطرف بجميع أنواعه، وأن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب أثبتت أن التطرف بكل أشكاله سيؤدي في النهاية إلى الإرهاب.